الصدر لغطة أليمة ثابتة، وإن في القلب لحرقة عميقة صامتة، وإن في الموقف الرهيب لآيات بينات ناطقة، فقد رفض بالرب وتفاه قداسة البطيرك العلامة مرمطي يعقوب الثاني، فحلت بنا المصيبة الأليمة ونزلت بنا الكارثة الجسيمة، وجئنا من كل فج عميق لنلقي النظرات الأخيرة على المحيا الرسول الوسيم، ونتلقى الأمثول الأخيرة ممن وعظنا سنين عديدة بالكلام والعمل الصالح، ويعظنا اليوم بصمته الأبدي. جينا لنودعه الوداع الأخير، فإن اللسان الفصيح قد صمت إلى الأبد بعد أن كان يسمع الناس كلمة الله، وإن القلم السيال الذي دبج الروائح وحضر البدائع قد وقف إلى الأبد. ألا يحق لنا إذن أيها السامعون الكرام أن نبكيه وأن نرتيه وأن نستعظم المصيبة فيه، فقد كان واحدا في مقام ألف بل قلما يجوز الدهر بمثله. قالوا ماذا البطيرك العظيم؟ كلا لم يمت فذكره خالد، والذكر للإنسان أمر ثاني. إن المنايا لا تقوى على محو ذكر الخالدين من الرجال، لأنهم سجلوا أسماءهم في ألمع صفحات التاريخ، وفقيدنا الجليل صار عهد بطيرك يده تاريخا لكنيستنا، لأنه كان عهد إصلاح وصلاح وازدهار وتقدم. لم يمت ولكن روحه الخالدة تحررت من جسدها بعد أن أتعبته، حيث أنه قد استمات جهادا في سبيل الله والفضيلة، وإذا كانت النفوس فرارا تعبت في مرادها الأجساد. المطيرك يعقوب خالد بأعماله وأقواله، وأعماله وأقواله سراج يضيء الطريق أمامنا في مسيرتنا الروحية في هذه الحياة. أيها السامعون الكرام، من أين لي بلاغته وفصاحته وبيانه لأتيه حقه من الرثاء والتأمين
لتتأملوا معي في سيرته الصالحة، لنأخذ جميعا دروسا قيمة وعبرا خالدة من حياة رجل الله. ولد سنة 1912 في قرية فرطل المباركة التي أعطت الكنيسة عبر الدهور والأجيال رجالا قادوا الشعب إلى خروج التقوى ومخافة الله. هناك في ربوع بطلة في قرب الموصل في العراق نشأ شابا وهذا اسمه بالمعمودية، وتلقى مبادئ اللغتين السريانية والعربية ومبادئ وأصول الدين في مدرسة قريته، ثم انضوى إلى مدرسة دير معرفتة سنة 1923 حيث درس العلوم الدينية واللاهوت والتاريخ الكلاسيكي وعلم بالإنجليزية. وسنة 1931 أوفد إلى الميثم السرياني في بيروت بستانا للسريانية والدينيات، فتعمق باللغة العربية وأجاد الإنجليزية وألم بالفرنسية، وتاقت نفسه إلى حياة الرهبانية فاتشح بالإسكيل الرهباني سنة 1933 ووفد إلى الهند ورسم كاهنا ومكث هناك 12 سنة يدير معهد مقدسة اللاهوت. هناك تعلم المليار لغة في جنوب الهند. وسنة 1946 رأيناه في أول مرة أستاذا لنا في مد معهد مارياطان اللاهوت في الموصل ومرشدا روحيا، رأينا فيه مدرسة شاملة للتعليم المسيحي والعلم الديني والتاريخ الكنسي. على يده تخرج نقطة صالحة من أبناء الكنيسة أغلبهم اليوم يحرسون المراكز السابقة في كنيسة الله أحبارا وكهنة. وسنة 1950 انتخب الراهب عبد الأحد ليكون رئيس أساقفة أبرشية بيروت ودمشق. من ذاك بعد رسامته مطوراً على هذه الأبرشية قطع نجما مضيئا منيرا في سماء الكنيسة وراعيا أمينا نتج على منوال الراعي الصالح، فكان يسهر على رعيته ينشد على الظل فيها ليحمله إلى حظيرة الغراب، يداوي المجروح بزيت نفسه الطاهرة وبقمرة عصارة قلبه الكبير.
يدود عن حياضها ويرعى أولادها وبناتها رعاية صالحة كأب وأب في آن واحد. المشاريع التي أنجدها في تلك الأرضية كلها ألسنة ناطقة بهمته العالية، المدارس والكنائس التي شيدها تدل على ما كان عليه من غيرة رسولية. وسنة 1957 نصب بطيركا على أنطاكيا وسائل المشرق بالكرسي الرسول الأنطاكي السرياني الأرثوذكسي، وبدأ بتفقد أبرشيات الكرسي في الوطن والمهجر. وكنت قد عينت سكرتيرا له ورافقت في زياراته الرسولية ولمست ما كان يتجشمه من تعب وعناء في سبيل خدمة الإنسان في الوطن والمهجر. وشعاره إن ابن الإنسان لم يأتي ليقدم بل يقدم وليبذل نفسه عن القراء. كفر الرياض رأيناه رئيسا للمجمع المقدس، أخا كبيرا لإخوته المطاعن الأجلاء، يدير جلسات المجمع بأسلوب ديمقراطي حر ويهتم لصالح الكنيسة وازدهارها وتقدمها في كل الأبرشيات، ولا سيما في أبرشية دمشق البطريركية. كبطريرك رأيناه مثالا طيبا بالتواضع والمحبة، فهو شخصية فذة تفرض احترامها على جليسها، ولكنه في الوقت نفسه إنسان تعلم التواضع من ربه الذي قال: تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب. والأعمال الرسولية والإدارة والرعاية الصالحة لم تمنع البطريرك العلامة من المطالعة والتعريف والتصنيف والكتابة بغزارة، لذلك فقد ترك لنا 40 كتابا يعد بعضها من عيون المراجع في التاريخ الكنسي واللاهوت والفقه الفيعي واللغتين العربية والسريانية، وهو عضو في مجمع اللغة العربية بدمشق وعضو في المجمع العلمي العراقي، وحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعتين في الغرب. هذا هو البطريرك العلامة، وهذا هو البطريرك المتواضع البطيء القلب، هذا هو البطريرك الذي أحب شعبه فبذل نفسه في سبيل خدمة هذا الشعب.
estabilidade. وأخرج الكنيسة الدنيانية الأرثوذكسية من عزلتها وضمها عضوا في مجلس الكنائس العالمي وانفتح على إخوته المطاركة ورؤساء الطوائف المسيحية فقام بزيارات للفاتيكان وقابل البطرس السادس المثلث الرحمة والبابا يوحنا بطرس الثاني وقال وقابل المطارق الأرثوذكس وأجرى حوار في كل مكان في التعاون المسيحي بما فيه تمجيد الرب القدوس وانفتح على العالم الإسلامي وله من بين إخوتنا المسلمين في الوطن والمهجر أصدقاء مخلصون يرون فيه شخصية فردة ويعرفون فيه أنه طاهر السيرة نبي السريرة. هذا هو البطريرك العظيم الذي تمناه ايها السامعون الكرام. فقد جاهد الجهاد الحسن كرسول يقول. واكمل سعيه وحفظ الايمان ولذلك قد وضع له في ذلك اليوم اليوم العظيم اليوم الاخير اكليل البر الذي يهبه له الرب البيان العابد كان حقا امينا حتى الموت وسيعطيه الرب اكليل الحياه وفي المسيحيه لا يستطيع الانسان أن يجلس على عرش في السماء ما لم يكن قد صلب ذاته مع المسيح، ولا يستطيع الإنسان أن ينال تاج العلاء ما لم يكن قد كلل هامته بإكليل الشوك، وهكذا فعل فقيهنا الجليل الفقيه العلامة مارناطيوس يعقوب الثالث فليعطي الرب ان يكون جالسا على كرسي رسولي في حداد رسل ربنا في سمائه حيث يدين العالمين ليعطيه الرب ان يكون مع الرعاه الصالحين والذين تاجروا بالوزنات فكانوا من الضالين وليسكب الى هنا نعمه العذاب والصبر والسلوان على قلوبنا جميعا ليتحمل هذه المصيبه الاليمه بفخذه بصبر جميل لا قبل منك من أقوى جمال مثلا يخدمون في كنيسة كنيسة الكيكات السريان الأرثوذكس المقدس نشكو سيادة الرئيس عاصمة أسد رئيس الجمهورية العربية السورية وممثله اللواء زهير غزال فخامة الرئيس الياس الكيس رئيس الجمهورية اللبنانية وممثله الوزير ميشيل مور قداسة البابا يوحنا بولس الثاني وممثله سيادة السفير البغدادي في دمشق قداسة البابا شنود الثالث وبيرك الكراسة المرقسية بشخص ممثله نيابة الأنبا أثناسيوس رع
الرئيس أسلم بفتح الملك بيه. هذا الكاثوليكوس كورين الأول، وقداسة الكاثوليكوس كراكين تركيسيان للأرمن الأرثوذكس بشخص ممثل إيمان سيادة الأوكران أخذ تركيسيان. وقفة البطيئة مارانكوليوس قطبوس قريش بطيئة أمطاكير يومغاليا بشخص ممثله سيادة الأوكران نصوان وستير. أصحاب الخطة رؤساء الطوائف الشقيقة وممثليهم وأصحاب السباحة والفضيلة رجال الدين الإسلامي، أصحاب السيادة والدولة رؤساء مجالس الشعب والنواب وممثليهم، أستاذ النواب ورؤساء الوزراء والوزراء، أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، السادة أعضاء مجلس الشعب، السادة ممثلي الهيئات والمؤسسات الرسمية والشعبية. ونشكر أيضا وسائل الإعلام النداء على وطن التلفزيون والصحافة